داخل هذه الورشة المتواضعة بوهران يشتغل أشخاص حرمهم الله من نعمة البصر وأنعم عليهم بنعمة البصيرة في صناعة الكمامات الواقية بالتعاون مع أحد الحرفيين المتخصصين في الخياطة، والذي يكون أبناء المكفوفين في هذا المجال ليتم بيعها بمحل تابع للجمعية الوطنية للمكفوفين بسعر رمزي لا يتجاوز 20 دينارا جزائري، لتضرب هذه الفئة المثل في القناعة أمام جشع بعض التجار في زمن جائحة كورونا. 20 دينار لشراء لاماتير بريمير المواد الأولية برك، وعلى بالنا باللي تجار أخرين أو ورشات أو صناعيين قادرين باش يخفضوا ثمن الكمامة إلى أقل من هذا الشيء للقضاء على الجشع. وضرا هذه بينت باللي في المجتمع كاين الناس ما عندهمش البصر بس عندهم البصيرة، إذن المكفوف هنا ماشي دار 18 دينار باش الشعب يساندو، بل هو راه يساند في المجتمع. يعني السعر رمزي، رانا دايرين الكمامة دايرين 11 كمامة ب 200 دينار. زعمين ماذا بينا نعاونوا الشعب كيما هكا قليل ساكن ما عندهم شراهم مساكن مغبونين من الوباء هذوك المرض هذا وكل شيء. السعر التنافسي للكمامات الذي فرضته الجمعية جعل مواطني وهران يقبلون على هذا المحل، كون السعر يتوافق مع قدرتهم الشرائية من جهة، ولمساعدة هذه الفئة المحرومة من جهة أخرى. جبنا بافر دير 8000 ديميل وهنا راه دير 1200، جو بريفير نعاون هادو سيميو. انا واحد من الناس كي سمعت جيت شريت عليهم ديريكتومو، ماذا بينا احنا نجو نشرو عليهم ديريكتومو باسكو هما اللي محتاجين بزاف، ومع اللي سيرتو في هذا المومون تاع كورونا، في هذا الوقت تاع كورونا هذا مازال ماذا بينا ما نعاونوهم احنا نشرو عليهم ومنطورا نعاونو فيهم. مبادرة فئة المكفوفين ضربت المثل في التضامن الاجتماعي في أوج الأزمة الوبائية.